حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان من الرافدين في جولة صحفية جديدة نرصد في صدى الأقلام أبرز ما كتب في الصحف المحلية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من موقع الهيانات. مجزرة جبلة، المرصد الأورو متوسطي يدعو إلى محاسبة الجناة. في المدى نطالع، أمانة بغداد غاضبة من عملية تخريب لنصب المتنبي. في صحيفة ساندي تلغراف، منح توني بلير لقب سير ضربة في وجه الشعبين العراقي والأفغاني. في القدس العربية، القوات العراقية تقر بحاجتها إلى مشورة التحالف الدولي. في العربي الجديد، بايدن لزيلينسكي، واشنطن وحلفاؤها سيردون بشكل حاسم إذا هجمت روسيا أوكرانيا. وفي اندبندنت، في عام 2022 ستكشف فرنسا عن فضائعها في الجزائر، فهل المحاكم جاهزة؟ في عربي 21، التحالف يدمر مخازن مسيرات للحوثي بصنعاء ويعترض ثلاثا بنجران. البدء مشاهدينا الكرام من مقال نشره موقع كتابات، قال فيه الكاتب إبراهيم الزبيدي: ينصحنا الخيرون أصحاب النيات الحسنة دائما بالنظر إلى نصف الكاس الممتلئة لا إلى نصفها الفارغ، بمعنى أن نتفائل بالخير، ولكن ما العمل إذن كما يقول الكاتب، إذا كان الواقع المفروض بقوة السلاح والمال والعمالة الأجنبي لا يسمح بهذا التفاؤل للمواطن الذي خلقه الله في العراق في هذا الزمن الرديء، وجعل كل من يحسن الظن بالقشرة السياسية الطفيلية الحاكمة ساذجا وغافلا، وفيه مس من جنون على وفق تعبير الكاتب. فلم يعد أمام العراقي اليوم في أعقاب انتفاضة تشرين وشهدائها وجرحاها ومغيبيها سوى يختار السيء أو الأسوأ فقط لا غير. ولأن مقتدى عودنا على تقلباته وتراجعاته المفاجئة، فإن من العجلة وفي العجلة الندامة أن نسلم بأنه رجل المرحلة الصادق القادر على تحرير الملايين العراقية من ظلم الميليشيات وفسادها وتعدياتها التي لا تنتهي، ومن الفطنة والحكمة والشطارة أن يظن العراقيون، وليس في هذا الظن إثم، أن يكون مقتدى شريكاً في لعبة إيرانية جديدة تستوجب تغيير قشور اللعبة السياسية من باب الاحتياط وبحكم الضرورة، فهي تعلم جيداً بأن أي انتفاضة شعبية وطنية عراقية جديدة هذه المرة لا بد أن تكون أعظم وأوسع وأعمق وأقدر على إرباك حساباتها وإلحاق أضرار كبيرة وعميقة بوجودها، حتى لو تمكنت من قمعها بنار الحرس الثوري وحديد الميليشيات. ولهذا والحالة هذه، فإنها لم تعد ترى مانعاً في تقليم أظافر ميليشياتها وتسهيل صعود مقتدى إلى سدة رئاسة البيت السياسي الشيعي من باب التقية ولمعاقبة جماعات الإطار التنسيقي التي ألحقت بها أضراراً خطيرة لا تتحمل أوزارها، ومنها انتفاضة تشرين التي تجرأت فأحرقت قنصليتها ومزقت صور إمامها الخميني ووليها الفقيه وقاسم سليماني، وصاحت بصوت واحد: إيران برا برا. وفي هذه المرحلة من حرصها على عدم خسارة العراق، ليس أمامها أقدر من مقتدى على تبريد قلوب العراقيين الغاضبين 4 سنوات قادمة بوعود ستسمح له بالوفاء ببعضها، فيعاقب بعض صغار الفاسدين ويسحب بعض سلاح الفصائل الوقحة ويغربل أوضاع الحشد الشعبي ويعيد ربطه بالقائد العام للقوات المسلحة الذي لن يكون إلا صدرياً أو ملحقاً بالتيار الصدري، الأمر الذي سيبقي الخيوط كلها تحت تصرف قائد فيلق القدس المكلف بالملف العراقي. أضاف الكاتب: إذن فحكومة الأغلبية الوطنية التي أرادها مقتدى لا شرقية ولا غربية لن تكون إلا حكومة شراكة بين التيار الصدري وأحد الائتلافين السنيين والحزبين الكرديين،
وسوف تكتمل الطبخة على وفق تعبير الكاتب بالموافقة على تنصيب أوشير زيباري أو فؤاد حسين رئيسا للجمهورية. بمعنى آخر، سيبقى الوضع العراقي رهين البيوت الطائفية والعنصرية الثلاثة كما زرعها الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر في عهد الاحتلال وفي بدئه، بيت شيعي، بيت سني وبيت كردي، ولكن بقيادة صدرية جديدة. خدعوك فقالوا حماية المواطن، إذ أصبح القتل سهلاً واعتيادياً جداً. يمكن لأي عسكري مثلاً أن يحمل سلاحاً ويصدر حكماً بقتل أي مواطن من دون أمر قضائي، مطمئناً من أنه يحمل تراخيص رسمية بالقتل. هذا ما جاء في مقال الكاتب علي حسين بشأن مجزرة جبلة. في كل جريمة ترتكب ضد مواطن تخرج القوات الأمنية بسلسلة من البيانات المتناقضة. واحد يقول إننا طاردنا تاجراً للمخدرات، وآخر يكتشف أن تاجر المخدرات تحول إلى إرهابي، وثالث يشكو من جبروت هذا المتهم الذي قرر أن يقتل عائلته ولا يستثني منهم رضيعاً يبلغ عمره 7 أيام. الجميع ينظر إلى الشعب باعتباره خارجاً على القانون، وتجب تربيته وإعادته إلى الحظيرة. ينبغي ضربهم وقتلهم من أجل ألا يتطاولوا على أسيادهم. هذا هو المنهج الذي تسير عليه قوات الأمن التي شاهدناها كيف كانت باسلة وهمامة وهي تتصدى للمتظاهرين، فيما نراها منكمشة وخائفة في مواجهة عصابات الجريمة المنظمة والسراق. أياً كان من يقف خلف مجزرة جبلة، فإن العقاب يجب أن يكون سريعاً وحاسماً. سنسمع الكثير من التبريرات، وسيجد البعض قصصاً مشوقة يسلي بها الجمهور، بل ربما يذهب الخيال ببعض المسؤولين إلى اتهام جهات أجنبية بتدبير حادث القتل، إلا أن الجميع يجب أن يدرك بأن ما جرى إنما هو استهداف لدولة المواطنة والمؤسسات التي صدعوا رؤوسنا بها. أراد الجناة أن يقولوا لكل عراقي إنه في مرمى نيرانهم، وإن بإمكانهم النيل منه متى شاءوا، وأرادوا أن يستخفوا بما تردده أجهزة الدولة عن حمايتها للمواطنين، وليثبتوا بالدليل القاطع أن هناك قوى لديها سلطة ونفوذ أكبر من سلطة القانون والدولة. أضاف الكاتب: ما حصل في بابل علامة تنذرنا بسقوط دولة القانون. الجميع داسوا القانون بأقدامهم، لقد حصل كل شيء بمعزل عن القانون. وإذا كان تجرؤ مواطن على سلطة القانون أمرا خطيرا، فإن الأكثر خطورة أن أجهزة أمنية قررت أن تغيب القانون. وما حدث وقررت أن تغيب القانون وتستحضر روح القطيع. فما حدث من مجزرة يجب أن ينبهنا إلى عدة أمور خطيرة، أهمها أن القوات الأمنية تحولت من جهة مهمتها في حماية المواطنين والسهر على أمنهم، تحولت إلى جهة تسعى إلى تنفيذ مخطط مرسوم بدقة وعناية للدفاع ولو بالسلاح عن كل مصالح شخصية ونزاعات عشائرية. أطفال للقتل، أطفال للبيع. فمع أن الروايات متضاربة بشأن هجوم لقوات التدخل السريع على منزل في ناحية جبلة بمحافظة بابل بالعراق، فإن الأكيد أن هذه العملية الأمنية أدت إلى إبادة أسرة بأكملها مؤلفة من 20 شخصا، منهم 12 طفلا أحدهم رضيع. يشكل مقتل الأطفال المذكورين أحد أكبر مظاهر الفظاعة في هذا الهجوم، لكن شرح درجة الوحشية الحاصلة تستلزم شرح بعض العناصر الأخرى، ومنها على سبيل المثال انتشار رواية أن الضابط الذي خطط للعملية كان زوج ابنة رب العائلة المهاجمة. ورغم انعدام الموازين الهائلة بين القوات المهاجمة والمهجوم عليهم،
واستخدام تلك القوات المدافع الرشاشة من فئة 500 ملليمتر دوشكا لحصد أرواح العائلة بأكملها، فإن الناطقين باسم الجهات الأمنية استخدموا كما هي عادة أجهزة الأمن العربية تبريرات من قبيل أن الشخص مطلوب أمنياً وأنه قام بإطلاق النار على قوات سوات المهاجمة فخدش عنصرين منهم، وأنه هو الذي نفذ عملية الإعدام الجماعي بعائلته. تكشف العملية بفظاعتها التي تجاوزت الحدود عن البنود الاعتيادية التي تشكل منهاج التغول لخليط الأجهزة الأمنية والميليشيات المتنوعة التي تتسلط على العراقيين، ومنها الاستهتار الوحشي بالقوانين والحياة البشرية وبالأعراف الأخلاقية التي تعارف عليها الناس منذ آلاف السنين، ومنها عدم الانتقام من الأطفال واستثناؤهم إذا لم تمكن حمايتهم والدفاع عنهم. أضاف الكاتب: يتحمل نظام الحاكم في العراق مسؤولية كبيرة في هذا الشأن لكونه يسيطر أو يدعي أنه يسيطر على الجغرافيا العراقية كلها، وتعد أوضاع أطفال العراق مرآة للتدهور السياسي والأمني والاقتصادي. أحد مظاهر هذا التدهور يوضحه تقرير للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق التي كشفت عن تصاعد جرائم الاتجار بالبشر، مؤكدة حدوث 300 جريمة في العام الماضي. نشر صحيفة اندبندنت تقريرا أعده بيتر آلين بعنوان: يجب أن تذهب إلى المحاكم، فرنسا تواجه ماضيها المروعة في الحرب الجزائرية. وقدم فيه تحليلا لإعلان الحكومة الفرنسية إلغاء العرف الذي يمنع فيه الكشف عن ملفات الإرشيف الوطني للحرب الجزائرية. اليوم باتت الجزائر أكبر دولة في أفريقيا مساحة، واعتبرتها فرنسا على مدى 132 عاماً جزءاً منها، ولكن على الجانب الآخر من المتوسط، وهزم المستعمر الفرنسي في عام 1962 بعد شن حركة التحرير الوطني الجزائرية حرب التحرير، ولكن المستعمر الفرنسي تمكن ومنذ ذلك الوقت من التعتيم على المرحلة المظلمة من تأريخه في الجزائر. وشارك الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في تشرين الأول أكتوبر الماضي بمناسبة وإن على مستوى متدن لتذكر ضحايا مجزرة عام 1961 وبدون أن يقدم أي اعتذار رسمي عنها، ويشير نشطاء إلى مقتل ما يصل إلى 1.5 مليون مدني جزائري في حرب 1954 و1962 وحدها، مع إصابة عدد كبير، وكما هو الحال طيلة المغامرة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر. تم استهداف قرى وبلدات بأكملها، واستخدمت أحدث التقنيات العسكرية حينها للقضاء على المجتمعات. تم إقامة غرف الغاز واستخدام النابالم، ومورست عمليات الإعدام خارج القانون من قبل الجيش الفرنسي لدعم حلفائه من المستوطنين الأوروبيين الذين عرفوا باسم الأقدام السوداء أو منظمة الجيش السري التي ارتكبت عدة مجازر. ونقل الكاتب شهادة محمد داريك، وهو أحد الناجين الجزائريين الذي شهد في مراهقته سلسلة من الهجمات الإجرامية التي نفذها أفراد من شرطة باريس، ورأى كيف ضربوا بعقاب البنادق قبل إلقائهم في نهر السين. ننتقل إلى صحيفة ساندي تلغراف التي ذكرت أن تكريم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في القائمة السنوية للشخصيات الذين تكرمهم المملكة نظرا للخدمات التي قدموها لبريطانيا في الداخل والخارج يعد لكمة في وجه الشعبين العراقي والأفغاني. قالت لينزي جيرمان مسؤولة حملة أوقف الحرب إنها مندهشة من تكريم بلير ومنحه أعلى تشريف في نظام الفروسية البريطاني لقب نايت كومبانيون، وهو الأعلى والأقدم في نظام الفروسية البريطاني.
قالت جيرمان: أعتقد أن منحه اللقب هذا العام لا يصدق، فقد شاهدنا انهيار أفغانستان التي كانت أكبر حرب لتوني بلير في الحرب على الإرهاب، ونشاهد في العراق دولة رهيبة بعد 20 عاما على الغزو، مضيفة: أعتقد أنها لكمة على وجه الشعبين العراقي والأفغاني، ولكمة لكل الذين احتجوا ضد الحرب في العراق وثبتت صحة موقفهم. وكرم توني بلير 68 عاما بعد 14 عاما على مغادرته وعقب مزاعم أن عدم منحه التكريم يمنع تكريم رؤساء الوزراء السابقين، وظل في الحكم ما بين 1997 و2007 حيث قاد بريطانيا إلى حرب العراق وأفغانستان. وقال جون سميث المؤلف، وهو نجل المحارب السابق في الحرب العالمية الثانية أرلي ليزلي، سميث قال إن منح الوسام إلى جوردن براون كان أكثر مناسبة، وقد نظمت عريضة تدعو إلى إلغاء لقب السير من توني بلير. جذبت هذه العريضة حتى ليلة السبت 14,000 توقيع. قد جاء في العريضة: تسبب توني بلير في ضرر لا يمكن إصلاحه للدستور البريطاني والنسيج الاجتماعي. قال الكاتب ياسين التميمي: بدأ العام الميلادي الجديد عام 2022، لكنه بالنسبة لليمنيين أتى بأثقال الأعوام السابقة الأمنية والسياسية والاقتصادية والمعيشية، على حين بقي سماء التجمعات الحضارية في اليمن مع بدء الدقائق الأولى من السنة الجديدة كعادتها في زمن الحرب مغشية بظلام دامس لا يبدده سوى وميض الرصاص والوهج الناشئ عن ارتطام الصواريخ الباليستية الإيرانية والانفجارات التي يحدثها قصف الطائرات في الملاذات الآمنة للقيادات الحوثية ومخازن أسلحتهم وخطوط إمداداتهم. طوال عام 2021 أيامه المثقلة بالخيبات والتحولات الدراماتيكية في مسرح العمليات العسكرية، وقصص القنص العبثي التي تحصد العشرات من الأبرياء في أطراف مدينة تعز، وبكثافة الموت التي تتمركز في المحيط الجغرافي لمدينة مأرب العتيدة، حيث تتحطم أحلام الحوثيين المدعومين من إيران، كما تتحطم الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة التي يطلقها الحوثيون على خصومهم في الداخل وفيما وراء الحدود. ومع مرور الوقت تتضاءل الارتدادات العسكرية والاستراتيجية المفترضة لهذه الصواريخ بالنسبة للحوثيين، قياساً بالكلفة الباهظة التي تفرضها العمليات المعقدة والمحفوفة بالمخاطر على خطوط الإمدادات البحرية والبرية قبل أن تصل مكوناتها وأجزاؤها. ويقوم خبراء إيرانيون مرابطون في مناطق سيطرة الحوثيين بإعادة تركيبها وتوجيهها نحو الأهداف المحددة. ومع الاستدارة الأمريكية التكتيكية السلبية على الحوثيين، من المتوقع أن تتكرس خلال هذا العام الهيمنة العسكرية والسياسية للتحالف في المسرح اليمني، ومعه سترتفع التوقعات بإمكانية وصول هذا التحالف إلى أهدافه الجيوسياسية التي يقوم بتنفيذها بعناية فائقة، حيث يعيد فرض إرادته. ومع الاستدارة الأمريكية التكتيكية السلبية على الحوثيين، من المتوقع أن تتكرس في هذا العام الهيمنة العسكرية والسياسية للتحالف في المسرح اليمني، ومعه ستزداد التوقعات بإمكانية وصول هذا التحالف إلى أهدافه الجيوسياسية التي يقوم بتنفيذها بعناية فائقة. ومن أخبارنا المنوعة في صدى الأقلام، يبدع الحرفي التركي عثمان برجان في محاكاة الأواني الفخارية الأثرية، وإضافة لمساته
الخاصة على تصاميمها. ويقيم بيرجان البالغ من العمر 46 عاماً في قضايا فانوس بولاية نوشهير وسط تركيا. تشتهر المنطقة بتراثها العريق في صنع الأواني الفخارية الممتد لنحو 5000 عام منذ أيام الحضارة الحثية، وتعد هذه الحرفة من أهم مصادر الدخل للعديد من أبناء المنطقة في يومنا. وفي حديث للأناضول أوضح بيرجان أنه يستفيد في أعماله من تصاميم اللقى الأثرية المكتشفة في تلك المنطقة ويضيف عليها لمساته الخاصة. قبل الختام مشاهدينا نبقى مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا تنتهي مشاهدينا الكرام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.